أعلنت هيئة التقاعد العامة الأربعاء عن مناقشة قانون في مجلس الشورى الدولة لتوحيد رواتب القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي والحكومي. وقال مدير الهيئة أحمد عبد الجليل الساعدي إن الهيئة تعمل على قانون توحيد رواتب القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي والحكومي، مؤكداً أن تشريع القانون سيضمن دخول العاملين في القطاع الخاص في دائرة الضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن معظم مؤسسات العمل في القطاع الخاص تتهرب من التسجيل بسبب قلة الراتب التقاعدي والامتيازات، إضافة إلى ضعف الرقابة والمتابعة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.